اهلا بكم من جديد. فلازم نفهم ونكمل مع بعض مناقشه قضيه الصوم في مصر. استاذ رامز، في حقوق اخرى حرمت منها في المجتمع والجهات الحكوميه المختلفه غير الحقوق اللي قلتها لي، حقوقك الضائعه الاخرى انت وزملائك؟ بالنسبة حضرتك للسم عشان نبقى واضحين، طبعا احنا لنا مطالب لخصتها في 10. قولهم يلا. ماشي. اشهار اتحاد السم المصري وتمكينه من قطعة ارض لبناء المقر عشان نقدر نبشر فيه، ليتمكن من انضمام الاتحادات الدولية، يبقى فيه اتحاد وطني والاتحاد الدولي انضم لي. ماشي. بميزانية كاملة ونقل رياضيات السم، السم بيمارسوا رياضه، زي ما حضرتك شفت منتخب السم التاني على العالم لازم يتنقل للاتحاد عشان السم لما يكونوا بيراقبوا بعضهم هتبقى العمليه افضل. ماشي. التراخيص الخاصه بمترجمي الاشاره واعتماد لغه الاشاره بقانون من وزاره العدل لازم يكون من خاص من الاتحاد نفسه، يعني زي ما حضرتك شايف من اشارات القاموس العربي الموحد للسم اعتمدوه. لو احنا قدرنا ان احنا نوحد لغه الاشاره وفي نفس الوقت يكون في مترجم معتمد هنقدر نتخلص من المشاكل العديده. ماشي. المساواه في المشاركه قلت لحضرتك من الشروط المشاركه خدمات الدعم والتوعيه والرعايه الصحيه. الاعفاء في وسائل الانتقال، انا كأصم عندي مشكله اللي قلت لحضرتك عليها بسبب الورق مش عارف اعملها، عشان اعدي المترو لازم اقطع تذكره. القانون بيقول ان الأصم المفروض يعدي، مفيش مشكله زي العقل الحقيقي مفيش. فعايزين الاعفاء في وسائل الانتقال، تطوير التعليم وعدم التمييز. انا مش عارف اخش جامعه فدخلت الجامعه المفتوحه وبدفع فلوس، لكن لو مفيش تمييز هقدر ادخل الجامعه العاديه واكمل دراستي. ماشي حضرتك. موضوع الشهر العقاري وانا هتكلم عليه دلوقتي، وبعدين اخر حاجه التوعيه بعالم السم وكيفيه الاتصال. لو المجتمع مش عارف يتواصل معايا يسالني ايه الطريقه وانا افكر معاه يبقى في نوع من المشاكل. طيب، كان ليكم مرشح في رئاسه الجمهوريه في الانتخابات؟ اه يا فندم، احنا رشحنا زميله لنا في الانتخابات اللي هي الدكتوره حنان محسن علي، هي صماء بس بتتكلم. هي مفتشه في وزاره التربيه والتعليم. انا عرضت عليها فكره ان انا اثناء الانتخابات الرئاسيه ارشحها لتحقيق حاجتين، اولا التوعيه ان الاصم شخص كامل في المجتمع وغير فقد الاهليه ولا حق طبيعي زي اي واحد. زي اي واحد، ما فيش فوارق. الحاجه الثانيه كان عندنا مشكله في الشهر العقاري، انا كاصم اروح مكتب الشهر العقاري اهي معانا ورقه الترشيح دي اللي على الشاشه موجوده، ورقه الترشيح هي دي. تمام. اروح هناك مكتب الشهر العقاري لما يعرف اني اصم يقول لي هات واحد يساعدك او هات واحد افهم منه. طب انت كده بتحط حاجز، افهم معايا. فانا لما لقوني بتكلم ماشي ما كانش في مشكله، ده ما بتفهم مع حضرتك كده. وعملت التوكيل وجريت جاري على الفيسبوك، حطيته على الفيسبوك. ماشي. وامام وسائل الاعلام قلت لهم ده توكيل، لاول توكيل لصماء من اصم تحدي للدوله اللي بتحاول ان هي تعمل عزله للصم والتهميش، ادي اول توكيل لرئاسه اهو، ما فيش مشكله عندنا. لكن الاصم لا كان عشان يروح يعمل توكيل زي ده ما قدرش. حملة الدكتور عبد المنعم مفتوح كانت مع الأستاذة لادية عبد الله اللي هي ظهرت في الفيلم التسجيلي، قالوا عايزين نجيب أكبر عدد من الصم لدعم الدكتور عبد المنعم. قبل الانتخابات ما كانش فيه تواصل، لكن الدعم فكرة التوكيلات، راح الشهر العقاري الممنوع فرفعوا قضية وكسبوها، بس كسبوها بعد الانتخابات. بعد الانتخابات. دلوقتي الأصم عشان يروح الشهر العقاري لازم يكون مع مترجم، وده هياخدنا النقطة الثانية ان المترجم ما يبقاش هو المسؤول عن الصوم، لازم الاصم نفسه يبقى مسؤول، لانه ممكن ما يكونش امين مثلا لا قدر الله. انا احتاجه كوسيط لكن ما يبقاش هو المسؤول عنه. ما يبقاش هو المسؤول. كوسيط فقط. تمام. اخيرا بقى قبل ما نختم، ايه رايك في المشهد الدائر الان في مصر؟ والله الاحداث في مصر دلوقتي ماشي يعني فيها مشاكل جامده. انا قرات تصريح للمستشار ماهر سامي بيقول فيه، بيوجه رساله للنظام الاخواني بيقول له احنا مش هنسيب مكاننا، لابد من اسقاط الاعلان، انت بتعتدي على استقلال القضاء. تمام. احنا مش هنسمح بكده ومش هنسمح ان انت تطعن في شرعيه المحكمه الدستوريه. ماشي. وفي التحرير مجلس الوزراء بيقول مش عاوزين المتظاهرين يرموا مولوتوف مع ان الامن هو اللي بيضرب. تمام. طب استاذه ايفون كلمه اخيره معلش عشان وقتنا. عن الاشخاص الصم برضو بقول ان احنا عندنا امثله كتيره في دساتير العالم، منها دستور فنزويلا في الماده 81 فيها نص خاص بيهم، يعترف للاشخاص الصم او البكم بالحق في التعبير والاتصال من خلال لغه الاشاره. فهنا بقول للجمعيه التاسيسيه للدستور شوفوا دساتير العالم بتتكتب ازاي، حتى فئه من فئات الاعاقه ليها نص خاص بيها. رائع. طيب انا عايز اقول لحضراتكم قبل ما اختم مع الدكتور مصطفى ايضا ان السؤال بتاعنا على تويتر وفيسبوك
هل ترى أن الحكومة ستضع الحقوق القانونية للصم في أولوياتها؟ نعم أم لا؟ النتيجة في نهاية الحلقة 29% بيقولوا نعم، 71% بيقولوا لا، ومع ذلك نحن نتمسك بالأمل اللي متمسك بيه 29%. دكتور مصطفى كلمة أخيرة. أخيرا طبعا الكلام اللي احنا قلناه على الصم النهاردة بينسحب على كافة الإعاقات، ودي الشيء العظيم، وإنه يعني إن شاء الله نحو يعني تطور لقضية الإعاقة بكل الأشخاص ذو الإعاقة، وليس بالحكومة وحدها ولا بالجمعيات الأهلية وحدها، بل بينا كلنا. وإنه الحقيقة سواء كان مجلس القومي للطفولة أو المجالس القومية اللي موجودة اللي بتحط السياسات، ده بيبقى دايما هدف رشيد ما بيتحققش إلا لو الناس اقتنعت. لأنه اللي رامز قاله، هيسمح لي بسرعة قوي، اللي رامز قاله موجود عند المكفوفين. أنا عندي مشكلة في الشهر العقاري، ما بقدرش إن أنا أروح أعمل توكيل غير لما يكون عندي معين، ما بقدرش أخد عربية يقودها الغير لحسن، مش يعني في كتير من القضايا اللي بنشتغل عليها في الفترة دي. والشهر الجاي هو شهر اليوم العالمي للإعاقة، واللي إن شاء الله نتمنى من يعني من حضرتك كما هو معهود ومن بقية الإعلام يسلط الضوء على قضايا الإعاقة كلها طبقا لما ورد في الاتفاقية بإذن الله. بشكر حضرتك جدا الأستاذ الدكتور مصطفى كمال، منسق برنامج الإعاقة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو مجلس المجلس القومي لشؤون الإعاقة. وبشكر الأستاذة إيفون الزعفراني، مؤسسة حركة معاقين ضد التهميش والمحامية. وبشكر الأستاذ رامز عباس، الناشط السياسي والذي يحمل هموم مصر فوق كتفه، بالإضافة إلى شأنه الخاص. أشكركم جدا، بشكر حضراتكم جدا في هذه الحلقة من لازم نفهم، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم يوم الأربعاء الجاي الساعة 11 في حلقة جديدة من البرنامج، وتكون مصر أفضل بكتير، ويكون ربنا حافظها مننا كلنا ومن الحماقات التي نرتكبها جميعا في حق هذا البلد. تصبحوا على خير.